وغيرها. نعم، خلي اخذ اتصال. مساعد. نعم، بس خليني اخذ اتصال ابو هيثم بغداد. الو، تفضل ابو هيثم. الو، مرحبا اختي وجدان، حياك الله. الو، دا اسمعك، اسمعني من التليفون ابو هيثم اذا امكن. ايوه من التليفون، شلون اختي؟ حياك. احنا نشكرك على هذا البرنامج، انا ولد عمي خمسه اسمعهم عندي. كنت من عندهم داعش اثنين. داعش قتل اثنين. نعم. شردت البقيه من داعش. دخلتهم القوات الامنيه ثلاثه خذوهم وما نعرف المصير صار من 2014 لحد الان. بيا منطقة أبو هيثم؟ محمودية والله. محمودية. إي. تعرف يعني عادة نهجمت، والله نهجمت من عادة. الله أكبر. يعني مصيبة مصيبة على كل الأطفال يعني كان في الله. والله بيا ما لها شيء. أشكرك أبو هيثم. سيادة النائب، يعني احنا نقول مرات نسوان من تبكي وتلطم على ولدها وعلى رياجيلها. صحيح. اليوم الرياجيل يبكون يريدون ولدهم واللي انقتلوا. سيادة النائب، يعني احنا نريد نفتهم، يعني ما عندنا جدول بيانات مركزية بمؤسسة الدولة تضم كل المطلوبين المحتجزين. إذا ما نقدر ليش ما نشرك الأمم المتحدة والمحكمة الدولية؟ يعني احنا إذا نريد نتكلم بحقائق وبواقع، هو احنا الدولة مفتقدينها بصراحة. يعني ما عندنا دولة بمستوى الكلمة اللي نتمناها ومستوى الحدث اللي حدث للعراق وبمستوى ما تتعامل معه أو به الدول الأخرى. ما عندنا دولة. يعني اليوم يعني انا ما اريد اطلع خارج الموضوع على اعتبار انه بس اجيب مقارنات. الدوله اللي ما تعرف انه هذا داعش لو مو داعش، الدوله اللي ما تعرف انه هذا مطلوب او هذا ما مطلوب، بعد خمس سنوات لا زالت تتعامل بالتصريح الامني، لا زالت تتعامل بالحاسبه، لا زالت يعني شنو النظام اللي موجود هذا؟ باي مستوى احنا، لاي مستوى احنا عايشين، باي وضع احنا عايشين؟ ولذلك الاخ المتصل يعني من حرقة قلبه، وكثير مثله يعني من الآخرين مروا بهذه الظروف، آلاف الشهداء والشباب اللي راحوا. يعني أنا وصلتني سيادة النائب هذا السؤال موجه إلى كلا الضيفين، يعني يقول لك الحكومة متورطة لكونها تعرف الميليشيات ولكنها لا تلاحقهم. بس خليني أخذ اتصال من الموصل إذا أمكن.